بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين متابعي قناة رف الدبوك، أهلا وسهلا بكم. النهاردة إن شاء الله مع شجرة الجوافة. كنا قبل كده الشجرة اللي ورايا دي عملنا لها تصويم وتقليم في نفس الوقت، بس كان طبعا اتعمل في وقت يعتبر وقت خاطئ جدا، إن احنا أزلنا أوراق الشجرة بالكامل، فكان داخل علينا موجات حر، يعني ضربت الأقصر عندنا موجة حر شديدة، فعملت بقى في الشجرة موت رجعي. فالموت الرجعي احنا طبعا بدأنا يعني نعالجوه، وان احنا قصينا الشجرة وفقدنا طبعا كم رهيب من النمو الخضري بتاعها. يعني يمكن الموضوع ده أخر معانا الشجرة حوالي سنتين او اكتر. يمكن الفيديو انا هسيبه لكم في الدائره اللي هتظهر دلوقتي في اعلى الفيديو، وهسيب لكم برضو الفيديو ده في وصف الفيديو. شجره الجوافه التايلاند الحمراء، وهنتكلم النهارده في الفيديو ده ان شاء الله عن طريقه تصويمها وازاي نصومها بحيث ان هي تنتج مره واحده في السنه بدل ما هي بتنتج دايما، فبيكون الانتاج بتاعها ضعيف وسيء جدا. فعشان تاخد منها اعلى انتاج واعلى جوده هو ده اللي هنعرفه في الفيديو ده ان شاء الله. شجرة الجوافة دي عمرها 3 سنوات. يعني هي لها 3 سنوات، يعني حاليا ماشية في السنة الثالثة، لسه ما يعني يعتبر في الثالثة يعني. تمام. اللهم صل على النبي. شجرة الجوافة دي دايما بتنتج، يعني هتلاقي ثمار كبيرة، يعني انتاجها بيكون طول العام. ثمار كبيرة، ثمار صغيرة، ثمار أصغر شوية، ثمار أصغر، زهور، في زهور اهو، زهور. بعد كده طبعا ديكم شايفين حال الشجرة بعد التقليم اللي احنا والتصويم اللي عملناه، ده كان حال الشجرة. الجوافة دي من قبل عملنا لها تقليم، تقليم عادي يعني، تصويم وتقليم بعض الفروع يعني اللي هي الفروع الطرفية. فطبعا شدة الحرارة في شهر 7 كانت شديدة خالص، فطبعا الأوراق بتحمي المفروض الفروع، فتعرضت الفروع دي تعرضت لشمس شديدة خالص، فحصل فيها موت الفروع كلها كده، يعني الأفرع ماتت كده، نشفت. خلاص نشفت بسبب إزالة الأوراق من الفروع. الشمس تسلطت على الفروع جامد فأثرت عليها فابتدى الموت. ما مشكلة الساق الفروع لما تنشف نشفان بيبتدي كده ينزل تحت، ينزل تحت، ينزل تحت لغاية المفروض انت تلحق تتحاصره يعني. فهبص ادي برضو كده ميت. ميت ميت، نمشي وراها كده برضو ميتة، يعني الموت وصل تحت خالص في الشجرة. تعال معايا كده. لغاية ميتة كده، ماتت. بص ماتت، واضح انها ميتة. تمام، هنروح هنا الحتة دي كده، تعال هنا تقريبا دي برضو ميتة، الحتة دي بين السواد. كده خضرة، دي خضرة هنا. بس في جزء كده تقريبا من ورا من جنب ده كده ميت، لا اخضر. ما هنقص لغايه هنا. تمام، ولغايه هنا. تمام، ادي ابتدت نتيجه الغذاء تحت، ونتيجه ان انا خلاص منعت التصويم منها وابتديت اسقيها، فتفاجأت لقيت ان الجزء ده ما طلعش. هبص كده، طلعش برعم جديده. برضو ميت. بص تعالى كده، ميت. خضار هنا هيكون. دي ميت برضو. هتضطر تطلع الفرع ده من اوله. الفرع ده برضو مات رغم ده انه هو ده حي. ده حي ده. لا ده حي. والحته دي حي. لا اخضر. كده كده. هنقص لغايه هنا وهنقص القص ده كله. تمام. هنقص لغايه هنا. الفروع لو بصيت تحت نتيجه طبعا غذاء تحت. الغذاء تحت، فبان هنا ان طبعا الشجره كلها الغذاء كده اتمنع منها، فالغذاء ما اتخدش هنا. والحته دي برضه تقريبا شبه ميته، فهنا اصفر. هنا اصفر لان ده اصفر. الحته دي متاثره جامد. فبص هنا غض ازاي بدا يدي الغذاء تحت ويطلع فروع تحت. هيفرغ فروع تحت. كده خسرنا من عمر الشجره ممكن سنتين على الاقل. نتيجه المشكله دي بسبب ان احنا زلنا الاوراق. زلنا الاوراق في وقت كانت الحراره شديده غير عاديه، كانت يمكن توصل هنا الله اعلم في الارض المكشوفه كام. ف الله المستعان. هنبتدي كده هاتها من هنا محمد، ابدا من هنا من الفرع اللي هنا.
لا فوق دي فوق دي بص فوق كده دي برضو فرع مش تمام احنا نسيب ده يشتغل احسن تمام او ممكن نسيبه مثلا لا سيبه خليك فوقي خليك فوقي خليك فوقي كده هتزيل كل الاجزاء الميتة تحتيها بشوية انا هبص كده ده غلط برضو تعالى كده روح هناك ليش برضو لسه ناقصه شويه برضو دي ميته برضو بص هي فيها جزء ميت فيها اخضر يعني. فيها اخضر هو بس كده ميته بص كده جزء ده ميت فيها حته شريحه صغيره اللي هي حيه بتدي دي لكن هي اصلا ميته وبعد كده هديها تموت برضو فزيك المفروض احنا كده نجول جرب كده ونشيل لغايه هنا نشيل ده كده عشان السواد ما يستمرش أصلا. يا سلام كده يعني ممكن يستمر ممكن ينزل احنا عايزين نحاصر هنحاصره هنا ايه هناخد الاخضر كله يا عزت علي والله من الله ما شاء الله قدر الله ما شاء فعل ثلاث سنين مجهود ان شاء الله هتعوض يعني هو تقريبا الجذور لسه موجوده فانا ان شاء الله يعني نكون مجهود سنه ونص راح ومجهود سنه ونص في الجذور موجود ان شاء الله هتطلع دي ممكن احنا نبدا عندنا جزء من الامل نبص على دي شكل متفائل ان شاء الله حتى شاء هي الله. تدينا تفاؤل ان فيها لسه سمره فيها لسه سمره والله بدي هنوضبها يعني بشكل احسن عشان نتفرغ ونخلي دول هم الشجره الاساسيه يعني هذه فرعين ثلاثة أربعة خمسة فطلع فروع هتبقى جامدة يعني إن شاء الله صورها إن شاء الله قبلها إن شاء الله بإذن الله لما تطلع نحط لها سمد عضوي هنحط لها ام بي كي نحط لها ونبتدي ايه نتعايش مع الموقف وتمام إن شاء الله إن شاء الله وربنا يعوض إن شاء الله وهكذا هي الدنيا كده طبعا تأتي الأيام والله إن شاء الله ربنا يعوضه واللي ما شاء الله كان قطرها حلو كانت جميلة بصراحة حنوريكم الشجرة احنا وبنقلم فيها ولما كانت فيها أوراق يعني وكده قبل ما نزيل الأوراق بعد إزالة الأوراق طبعا زي ما انتم شفتوا اللي حصل في الشجرة يعني فطبعا ننصح أي حد يعني إيه النصيحة اللي تقدمها لأي حد إن هو ممكن يعني يروح يعمل عملية تصويم لشجرة الجوافة هو التصويم المفروض يعني أنا كانت في مشكلة معي برضو إن هي مش تصويم كامل إن هي جزء من الجذور في منطقة قادرة أتحكم فيها وجزء ثاني في منطقة بتجي فيها المية فمش تصويم كامل فاضطريت اشيل الورق انا عشان اتفرع كان نفع الكلام ده في لو الدنيا شهر 9 شهر 9 كان نفع كان ده كان يستحمل الشمس كان الشمس كانت سخنه جامد وبعد اربع شهور تقريبا من احنا حاولنا نعالجه الموت الرجعي الحمد لله الشجر بدات ترجع تاني بس طبعا فقدنا حوالي يمكن اكثر من سنتين من عمر الشجره فتعالوا بصوا معنا على الشجره بعد اربع شهور من محاوله علاج الموت الرجعي دي بعد الموت الرجعي للجوافه ابتدت فروع تظهر فروع جديده
هي ملت للنمو الخضري اكثر منها للنمو السمري، ما فيش ثمار خالص، فيش ثمار. هي ضيعت مننا تقريبا سنتين من عمرها كده. اكشف اكشف اصل الشجره كده، دي اصل الشجره بقى نشرناها بالمنشار وابتدت تطلع من تحت تروح، حاولنا نلحقناها نقزناها يعني، بس ضيعت سنتين من عمرها طبعا. وده ان شاء الله هيبقى مستقبل شجره جديده، بس سنتين ضاعوا. بس يا ريت يا جماعه اي حد يشوف الفيديو وعنده معلومه يسيبها لنا في التعليقات عشان ممكن تفيدنا وتفيد المشاهدين. وشكرا جزيلا لكم، ما تنسوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.